تجددت الاشتباكات المسلحة العنيفة خلال الساعات الماضية بين أجنحة ميليشيا الحوثي في صنعاء على خلفية النزاع على ملكية مساحة من الأرض. ووفق مصادر محلية في صنعاء، فقد تجددت المواجهات بين مجموعتين تتبعان قياديين حوثيين على ملكية مساحة من الأرض بعد أسبوع على توقف مواجهة مماثلة وشكوى محافظ محافظة ريما المعين من الحوثيين من انتصار قيادة الميليشيا لغرمائه من أتباع القيادي المؤيد المنحدر من محافظة صعدة.